في حديثنا من مصر تتواصل دائماً رحلتنا مع الإبداع والمبدعين. متونس بيكي وكأنك من دمي. مع قوة مصر الناعمة، الموسيقى المصرية وروادها الكبار، الغناء الجميل والأصوات الرائعة، مع الذين غنوا للحب وللحياة. مع من حملوا رسالة الجمال والفن المصري إلى كل مكان. حديثنا دائماً من مصر. في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساءً على قناة مصر الأولى.